Salut, salut. يعني انت تخيل انت بيرك في بيتك ما تحس ان البناية كلها عقب من اول للسادس. لكن المشكلة ما عليك، المشكلة على البنان. يعني ما في محل تبعتن عليه. هنا هو خرجي ضاين اكثر شيء. كله ضاين والله. فكرنا ما يلي نحن والشباب سوينا بركي انه مشان اذا هون هون حاصرنا انه في عنا سبب. هلا بنعمل ياكل. خايف عليه دائما يعني ما عرفت طافت الشباب بس عندي اخوي احمد يعني كان مميز يموت قدام عيوني قلبي برتاح وبطمن لاني اذا هن بعاد عني واذا واحد منهم صلى شيء راح ابكي دم بصراحه يعني